السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رحماني الشيخ منشئ قناة وبيجي أميجرومي باي رحماني. احنا المرة اللي فاتت عملنا مع بعض غرزة الحشو وعملنا مع بعض القطعة دي وقلنا ان احنا بنخلص الصف. انا بعتذر بس انا بستغل بلكونة. ان احنا بنخلص مع بعض الصف وبنلف الشغل ونطلع غرزة الارتفاع ونشتغل الصف اللي بعده، تمام؟ وعملنا القطعة دي. النهارده هنعمل مع بعض غرزتين، هنعمل غرزة التزايد وغرزة التناقص، تمام؟ دول برضو بيبقوا خاصين بجسم العروسة، هما بيبقوا خاصين يعني بكل الشغل بنشتغلهم في كل الشغل بكل الغرز. بس احنا دلوقتي هنعمل التزايد والتناقص بغرزة الحشو، تمام؟ دول هيبقوا خاصين بجسم العروسة برضو اكتر، تمام؟ احنا دلوقتي اهو خلصنا الصف وطلعنا سلسلة الارتفاع، انا اسف، بنلف الشغل، تمام؟ غرزة التزايد بنخش عادي في اول غرزة برضو، تمام؟ وبنسحب خيط وبنشتغل حشو، احنا بنعمل كده الطبيعي، تمام؟ التزايد بقى بنزود واحدة كمان في نفس الغرزة، يعني هندخل في نفس المكان اللي احنا دخلنا فيه، تمام؟ اهو، وهنسحب من ورا طرف الخيط ويبقى معانا اتنين، وهنسحب منهم دول كده. احنا عملنا ايه؟ اسف، كده احنا عملنا ايه؟ احنا زودنا هنا في نفس الغرزة الاولانية، عملنا اتنين حشو في نفس الغرزة الاولانية، دي تعمل تزايد، تمام؟ اهو نعملها تاني، ادي دخلنا في الغرزة اللي بعدها وخدنا طرف خيط من ورا، تمام؟ وسحبنا منهم هما الاتنين طرف واحد، ودخلنا في نفس الغرزة سحبنا برضو طرف خيط وبعد كده سحبنا من الاتنين، كده عملنا تزايد تاني. انا هخلص الصف ده وهرجع لكم تاني، تمام؟ دلوقتي انا اشتغلت الصف اهو كله غرزة تزايد، تمام؟ اخر غرزة اهي سبتها كالعادة، يعني عشان اشتغلها معاكم. هخش اهو في الغرزة، هسحب ورا خيط وكده يبقى معايا اتنين، هسحب منهم واحدة غرزة حشو عادية، واخش غرزة حشو تاني في نفس الغرزة عشان اعمل بيها تزايد. كده انا عملت الصف ده كامل، عملته كله تزايد. هطلع برضو سلسلة ارتفاع، تمام؟ وهلف الشغل وهشتغل بقى غرزة التناقص، تمام؟ غرزة التناقص الحشو. التناقص بقى بتبقى ازاي؟ ركزوا شوية فيها عشان هي فيها شوية لخفانة وفي ناس كتير كانوا بيتلخبطوا فيها الحقيقة. أنا شخصيا يعني كنت بتلخبط فيها في الأول وكنت بسيب غرزة وخلاص. عشان ننقص غرزة هنعمل ايه؟ هندخل في أول، بصوا معايا معلش أنا آسف. في هنا دلوقتي في الغرزة اللي احنا عملناها دي، تمام؟ شايفين الغرزة دي؟ الغرزة الواحدة فيها هنا طرف كده وفيها طرف تاني من هنا، دي ده طرف أمامي وده طرف خلفي. احنا دلوقتي بنشتغل غرزة التناقص في الطرف الأمامي، تمام؟ يعني احنا دلوقتي هنسحب طرف واحد بس من الطرف من الغرزة الأمامية، هندخل في الطرف الأمامي اهو ده، تمام؟ اهو دخلت فيه هو بس، تمام؟ معايا مع الغرزة بتاعتي كمان التانية. هندخل كمان في الغرزة اللي بعدها برضو من الطرف الامامي فقط، تمام؟ اهو بقى معايا طرفين غير اول غرزة، معايا غرزة الارتفاع، تمام؟ هسحب منهم هما الاتنين بس، الاتنين اللي انا عملتهم بس هسحب منهم خيط، تمام؟ وبعد كده هيتفضل معايا اتنين هسحب منهم هما كمان طرف، تمام؟ احنا عملنا ايه؟ نعملها تاني. غرزة التناقص دلوقتي احنا عندنا في الغرزة نفسها عندنا طرف امامي وطرف خلفي، احنا بنشتغل في التناقص على الطرف الامامي، تمام؟ اللي هو بيبقى قدامنا، تمام؟ بنسحب طرف من اول غرزة، تمام؟ اهو طرف واحد بس، تمام؟ وبنسحب طرف من التاني غرزة اللي جنبها، أنا آسف، تمام؟ أنا بعتذر، أنا آسف.
دلوقتي احنا قلنا ان غرزة الحشو فيها طرفين، تمام، طرف امامي وطرف خلفي. احنا بنشتغل في التناقص على الطرف الامامي اللي قدامنا، تمام. هناخده طرف من اول غرزة وطرف من تاني غرزة، تمام، وهنسحب منهم هما الاثنين خيط، تمام، منهم هما الاثنين يطلعوا، تمام. وبعد كده هنسحب من الاثنين اللي فاضلين معانا. نكرر تاني، تمام. ادي الغرزة الامامية والخلفية. هندخل في الغرزة الامامية، هناخده طرف، تمام، وهناخده طرف كمان من الغرزة اللي جنبها، بقى معانا اتنين. هنسحب منهم هما الاتنين طرف خيط، تمام. وبعد كده هنسحب من طرف الخيط اللي معانا ده واحدة. نكررها مرة كمان مع بعض. الغرزة فيها طرف امامي وطرف خلفي، بناخده احنا مع بعض. من الطرف الامامي بناخده طرف من الغرزة الاولانية وطرف من الغرزة التانية، كده بقى معانا طرفين. بنسحب منهم هما الاتنين الخيط، تمام، وبعد كده بنسحب من الاتنين اللي فاضلين معانا كمان طرف خيط. كده احنا عملنا غرزة تناقص. انا هكمل بقية الصف وهرجع لكم تاني. تمام، انا كده اشتغلت الصف كامل وسبت غرزة في الاخر برضو نشتغلها مع بعض، تمام. دلوقتي هنقول تاني ان الغرزة فيها طرف امامي وطرف خلفي، تمام. احنا بنشتغل في التناقص على الطرف الخلفي فقط. بناخده طرف، تمام، وبناخده طرف من اللي جنبها الغرزة التانية، تمام، وبنسحب من الاتنين دول طرف خيط. انا بعتذر بس هو في بيحصل مشكلة في الخيط الاكريليك ده، انا مش بحب اشتغل بيه قوي يعني، تمام. بنسحب منهم هما الاتنين طرف، وبعد كده بنسحب من الاتنين اللي فاضلين طرف كمان، وبنعمل غرزة ارتفاع. هنعمل بقى ايه الكالاتي. هنمشي الصف كامل غرزة تزايد، اللي هو بنعمل اتنين حشو في نفس الغرزة، وبعد كده وهنطلع سلسلة ارتفاع، وبعد كده وهنلف الشغل، وهنعمل الصف اللي بعده غرزة التناقص كامل، ونعمل غرزة ارتفاع واللي في الشغل، ونشتغل تزايد. نكرر الموضوع ده شوية كده لحد ما ايدينا تاخد عليه، مش شرط عدد معين يعني. وبس كده انا خلصت النهاردة بإذن الله، واشوفكم في ان شاء الله فيديو جديد وغرزة تانية بإذن الله. بس ما تنسونيش من اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت، اللي بتفرحني كتير جدا بآرائكم الحلوة. وبإذن الله أنا مش هطول كتير في الورشة، أنا بعمل بس الغرز اللي هتهمني، تمام، عشان الناس المبتدئين اللي لسه هيبدأوا معايا. وهنعمل حاجات حلوة كتير جدا 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 بإذن الله مع بعض، ونماذج رائعة حتى في التطريزات. وبس كده، كنت معاكم أنا رحماني الشيخ، منشئ وأدمن بيج وقناة أميجرومي باي رحماني. ويلا، السلام عليكم.